ودلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم وجوله المحافظات واهم الاخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات، وكان منها السماح لاهالي اسكندريه بالافطار على الشواطئ، وايضا توفير قاعده بيانات متكامله عن الاراضي ومزارعي القمح في اسماعيليه، واخبار تانيه كتير في بني سويف والبحيره وكمان هنا. أخبار كتيرة جدا حصلت امبارح في المحافظات، خلونا نبدأ من الإسكندرية واستعدادات المحافظة لاستقبال الصيف بتجهيز 66 شاطئ بداية من أبو قير وحتى العجمي. ومع استقبال شهر رمضان المبارك، أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إنه تم السماح للمواطنين خلال الشهر الكريم بتناول وجبات الإفطار على الشواطئ. في العاصمة، قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مد مواعيد العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان، بحيث تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يومياً من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 2 بعد منتصف الليل، وفي فترة الإغلاق هيتم إجراء أعمال الصيانة والنظافة. في بني سويف، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي ما تم تحصينه 68,678 رأس ماشية حتى الآن. في بورسعيد، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بعمل قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول للصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة، وده ضمن التيسيرات اللي بتقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين. في قنا، أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي حصول فريق جامعة جنوب الوادي المشارك في منافسات رالي السيارات الكهربائية بشرم الشيخ على أفضل تصميم بيراعي الأمان، وده في إطار المنافسات اللي أقيمت بمشاركة 24 فريق من 24 جامعة. في البحيرة، مستشفى إيتاي البارود العام بالبحيرة شهدت تشغيل جهاز تلسكوب الأنف والأذن والحنجرة، واللي بيعد نقلة كبيرة في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، وهيساعد الأطباء على إجراء العمليات الدقيقة.